السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في طريقة أعرف بيها العنصر ده من آخر واحد اشتغل عليه أو عدل فيه؟ طيب، الطبيعي لو أنا عايز أعرف الملف كله بروح لقائمة كل جريدز وبلاقي عندي هنا شو هيستوري، بختار الملف من ملف الريفت ويبدأ يجيب لي الهيستوري بتاع الملف دوت، ولكن دوت بيبدأ يقول لي مين الناس اللي اشتغلت عليه. طيب دلوقتي لو أنا عندي الملف ده وعايز أبدأ أميز وأعرف مين آخر واحد عدل في الملف دوت، ممكن يكون عندي تعديل غلط، فباجي هنا واقول له اونرز، الجزء ده خاص بالورك سيت، فاي عنصر هتقرب فيه هيبدا يقول لي كرييت باي ولاست ابديتد سنترال باي، اخر واحد عمل ابديتد اسمه ايه، وكرييت باي الشخص اللي عامل الحاجه دي، والاونر لو حاجه محطوطه في ورك سيت او حد مستلفها او كده، ريكوستد باي مين اللي طالبها. فده بيديني كل المعلومات اللي انا محتاجها عن الـ اي عنصر انا عايز شيك فيه وحاسس ان حد عدى فيه، يعني دوت هيبدا يجيب لي كريتد باي ولاست ابديتد. ممكن تدخل هنا وتقول له ورك سيت ديسبلاي سيتنج، تختار الاونر وتبدا تختار الاسامي، عمر سليم ثبت عمرو، عمر سليم اهو.